واعلم ان بعد ما انصرفنا هذا ياتيانك الملكان يسالانك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن همتك. فلا تخف وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي والاسلام ديني محمد صلى الله عليه واله وسلم نبي والقران كتابي وكعبة الله المشرفة قبلتي وعلي بن أبي طالب إمامي وفاطمة الزهراء سيدتي ومولاتي والحسن بن علي إمامي والحسين بن علي إمامي وعلي بن الحسين إمامي محمد الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي بن موسى الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلينا الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والمهدي بن الحسن عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه إمامي. هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ وأعلم أن الله عز وجل نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن علي وأولاده المعصومين عليهم السلام أجمعين نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور تذكر يرحمك الله تلقى لا أنساك الله أئمتك 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 سكن الله من روعتك آنس الله بمحشتك ثبتك الله بالقول الثابت أحشرك الله على أئمة المعصومين اللهم اخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة.